فكرة تدخل الأسرة كأب أو كأم أو كأخ في العملية التعليمية في البيت، يعني ده تعليم بديل ومش دورهم ومش دورهم ولم يؤهلوا ليه. والكارثة الأكبر إنه كمان يضاف لده الدروس الخصوصية. فكان زمان على أيامي أنا كن اللي بياخد درس خصوصي يتكسف. أيوه. يعني أنا أتذكر إن أنا وأنا في ستة ابتدائي جالي حالة مرضية فقعدت في البيت 3 أشهر، فجابوا لي مدرسين، فكنت مكسوفة أقول لزمايلي إني باخد دروس خصوصية. يعني هو أنا إيه، ضعيفة؟ ما بفهمش يعني ليه؟ تلميذ الخايب الخايب هو اللي كان بياخد درس خصوصي. دلوقتي بقى كله بياخد دروس خصوصية، ده معناه إنه المدرسة اللي إحنا بنشرح الوضع ككل لا تقوم بدورها. لا تقوم بدورها. تمام كده. المدرسة نيجي. وحضرتك تقصدي كمان يعني نوعية المناهج. هنتكلم في كل ده. نيجي بقى للمدرسة، البيئة. وهنا عندنا طبعا أنواع من المدارس المختلفة، عندنا الحكومة وعندنا التجريبي وعندنا المدارس الخاصة وعندنا المدارس الدولية. طيب البيئة العامة، المكتب اللي قاعد عليه الطالب، الحوش اللي بيقعد فيه، هنا إما أني أنا بعلمه قيم الجمال أو أني بخلي عينه تتعود على القبح. هل المدرسة فيها عناصر الـ الأمن الصحي؟ يعني مش هيتخبط، مش هيتعور، ما فيش كهرباء مكشوفة. هل المدرسة فيها الحمامات بتحترم أدمية الطالب ونظيفة بصفة مستمرة ولا لا؟ هنا ده كله أنا يا إما والحقيقة إنه يعني في شغل بيتعمل على ده، وانا شفت من المجتمع المدني وفي تمويل لدوت سواء من الدوله او من شركائنا في التنميه، شفت ودعيت لاكثر من مناسبه ازاي بيتم تطوير بعض المدارس. فهنا المدرسه وتوفير سبل ان المكان الطالب يتلقى العلم في مكان مناسب، في موسيقى ولا لا، في اوضه للموسيقى ولا لا، في مكتبة. يعني أنا أو أفتكر أنه أول حاجة حببتني في القراية كانت المكتبة المدرسة. المدرسية وكنا بنشوف فيها، يعني أنا أول ما قريت أدب عبد الحميد مودة الصحار وعبد الحليم عبد الله وغيره كان في المكتبة المدرسية، كنا بنروح ونستلف الكتاب وناخده ونقراه. وبالتالي كل دوت. طب هل ماذا عن الأستاذ المعلم؟ هنيجي للمعلم. نيجي بعد كده للمعلم. المعلم هنا هل تم إعداده نفسيا وتعليميا؟ يعني ما هو التعامل النفسي مع الطلاب، هل بيحترم أدمية الطفل ولا بيصرخ فيه؟ هل لما بيشوف إن طفل عنده مشكلة بياخده على جنب وفي يعني مساعدة اجتماعية للطفل في مشكلته الاجتماعية إذا كان فيه؟ ولا هي المسألة حسب حنية المدرس؟ هل بيتم تدريبه على المناهج؟ هل بيتم تدريبه على التعامل مع الأطفال؟ وهل بيتدرب مرة وخلاص ولا في استدامة؟ هل بيتم تقييمه؟ يعني أنا متأكدة أنه بيتم تقييمه من العملية التعليمية، لكن من أهالي الطلبة مثلا، هل أنا لما بروح بلاقي المدرس عارف الأولاد اللي معاه؟ ولا هو بحكم أنه عليه ضغوط من مناهج مكدسة والحقيقة من فصول مكدسة؟ يعني أنا لما أكون بدرس لعشرين طالب غير لما أكون بدرس لستين طالب في الفصل، وحجم الفصل وتهوية الفصل. فهنا يعني الحقيقة أنا عشان كده بقلق لما ألاقي إنه لما نتكلم على التعليم نتكلم بس على المناهج أو على المدرس أو على المدرسة هنبني مدارس، لا، هي منظومة متكاملة. نيجي للمناهج. الحقيقة إنه المناهج المكدسة لا تصلح لتطليع جيل. أنا مرة الحقيقة كان في يعني مقولة إنه إحنا لازم إننا نتعلم نزود مادة الأخلاق، وأنا خفت جدا لأنه ده معناه منهج إضافي، لأنه المنهج والمدرس مش لازم يعني إننا نحفظ. هي الأخلاق أساسا هي مادة تعليمية إحنا بندرسها ولا بنمارسها عشان التلامذة الصغيرين ولا يتعودوا عليها ليها. ولا لو هندرسها ازاي؟ باننا نجيبه ونقول له الاخلاق هي الصدق، الصدق انك مش عارف، ولا انه احنا بنعلمه بنبقى قدوه ليه، بنوريه افلام. طيب ودراما دكتورة، يعني اللي حضرتك بتطرحيه كافكار يعني هي افكار جيده جدا وهي معقوله جدا جدا. هل المصريين المتخصصين في تلك المناهج يؤخذ رايهم؟
من وزارة التربية والتعليم؟ شوفي حضرتك، هو الحقيقة بيؤخذ الرأي وفي تعاون. خليني أقول لحضرتك فين العقبات بتكون، وفي يعني إحنا كمجلس قومي لحقوق الإنسان، وأنا بشرف إن أنا أمينة اللجنة الاقتصادية الثقافية، وعاملين شغل حلو جدا أنا وزمايلي، والشغل ده بدأ من قبل ما أنا أمسك اللجنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، تشريح للمناهج المدرسية وإلى أي مدى فيها يعني حقوق الإنسان يتم احترامها أو يتم التغاضي عنها. طب ماذا وجدتم في المناهج؟ وجدنا إنه في مشاكل، وتعاملنا مع وزارة التعليم وتم إصلاح بعض المناهج ومستمرين. يعني الحقيقة إنه بيتم ده إزاي، إنه ما يبقاش فيه تفرقة أو نظرة للبنت دنيوية، سعاد لازم تبطل تلعب بالعروسة وعمر يلعب بالمسدس، إزاي إنه يبقى فيه مساواة، إزاي إذا كان في مثلا توجه بعض في دروس القراءة، إزاي إنه يبقى فيه تعامل على نبذ التنمر وإنه الوطن يشمل الجميع، إزاي إنه إذا كان في بعض النصوص التي تحض على الكراهية أو عدم قبول يعني الآخر، يعني تم إلغاء مثلا تلك النصوص.